يسعد صباحكم مشاهدينا، صباح الخير، صباح العافية، صباحكم مفعم بالطاقة والحيوية والإيجابية. إن شاء الله راح نكون وياكم على مدار ساعتين من الآن بالعديد من الأخبار والتقارير والجولات والأخبار الرياضية أيضا، لكن بالبداية خليني أصبح بزميلتي في استوديو الرياضة فاطمة. صباح الخير يا فاطمة. صباح النور مرو، صباح الخير لكل مشاهدي قناة الرابعة والرابعة الرياضية. اليوم أكيد برحلتنا الرياضية نتحدث عن المنتخب الوطني واستعداده لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026. الأولى ستقام في البصرة مع المنتخب العماني، وبالتأكيد نتحدث أكثر حول مدينة البصرة كيف تستعد لاستقبال هذه المباراة واستقبال المشجعين العراقيين. بالتأكيد راح نتحدث أيضا عن دوري نجوم العراق وصفقات هذا الدوري، إضافة إلى استعدادات الأندية والمعسكرات التدريبية، وأكيد عدنا جولة بأوروبا حيث محترفينا ولاعبي المنتخب الوطني. أكيد أكيد يا فاطمة، نرجع لك بعد قليل لحتى نتعرف على أخبار الرياضة أكثر. أكيد مستمرين معكم مشاهدينا، ننطلق بأهم الأخبار لكن بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وهذه أهم الأخبار، والبداية ستكون من خطة الإصلاح الشاملة، حيث أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون إطلاق مشروع خطة الإصلاح الشاملة، حثا الشباب على تطوير وتنفيذ جهودا مبتكرة وخلاقة نحو مجتمع عادل وحياة خالية من الظلم والفساد، بعدهم القوة الدافعة والمحركة للتغيير والتطور وتحمل مسؤوليات المستقبل وتكاليفه. وقال حنون في كلمته خلال إعلان انطلاق فعاليات ملتقى النزاهة والشباب المنعقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب تحت شعار بالعدل نحضن الشباب، أن تأليف رئيس مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للشباب خطوة متقدمة باتجاه تمكين الشباب من أدائهم دورا في بناء الوطن، موضحا أن الشباب يواجهون خطر الفساد والظلم الذي يتسببان في انتشار الفقر والبطالة والأمية والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص وانخفاض جودة السلع وتفشي المخدرات والرشوة والجريمة والإفلات من العقاب، معلنا مشروعه الجديد الموسم خطة الإصلاح شاملة المستندة إلى مبدأ سيادة العدل. وأردف حنون أن مبدأ سيادة العدل مستوحاة من النهج الذي سنه الإمام علي عليه السلام فور تصنمه الخلافة في العام 35 هجريا، منبها إلى أن هذا المبدأ يتركز على دعامتين لا تفارقان هما وجود القانون وعدالة التطبيق، لافتا إلى أن أحد ثمرات هذا المشروع ستتمثل بالتصدي للفساد الإداري والمالي وإلغاء الامتيازات كافة المعتمدة في توزيع أموال الشعب وعزل الفاسدين من كبار الموظفين الذين يحاولون الاستثار بالسلطة والمال وإنفاق أموال الشعب على ملذاتهم واستبدالهم بأشخاص نزيهين يتسمون بالأمانة والنزاهة والخبرة والكفاية. أما ما يخص قانون حرية التعبير، رفعت لجنة حقوق الإنسان النيابية يوم السبت مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لرئاسة البرلمان، وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته الرابعة أن لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب أرشد صالح رئيس اللجنة وعضوة النائبة وحدة الجميلي وعضو اللجنة النائب ميسان الزير عقد يوم السبت اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في مقر اللجنة، وتدارست اللجنة بحسب البيان مواد مشروع قانون وصوت عليه وإضافة إلى اتفاقها على رفعه إلى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليه. وعن إحصائيات الاستيراد إلى العراق، حيث جاء العراق في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر تموز الماضي، وذكرت هيئة الإحصاءات التركية إن الصادرات بلغت 22 مليار و510 ملايين دولارا بزيادة 13.8%
وبلغت الواردات 29 مليارا و500 او 805 ملايين دولارا بانخفاض 7.8% مقارنه بشهر يوليو 2023. واضافت ان المانيا الدوله الشريكه الرئيسيه للصادرات بمبلغ مليار و752 مليون دولارا، تليها الامارات بمليار و604 ملايين دولارا، والولايات المتحده بمليار و441 مليون دولارا. تابعت الهيئه ان العراق جاء رابعا بمليار و59 مليون دولارا، مع ايطاليا بمليار و29 مليون دولارا. بلغت نسبة الدول الخمسة الأولى في إجمالي الصادرات 30.6% في يوليو 2024. أما ما يخص حركة السير في العراق وتحديداً في بغداد، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني يوم السبت بتسهيل حركة السير بمختلف الاتجاهات في مشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته الرابعة أن السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى موقع تنفيذ مشاريع توسعة شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الجديد الذي يمتد بطول 7722 مترا، بدءا من منتزه شهداء الكرادة وصولا إلى مقتربات ساحة النسور مرورا بجزيرة العراس بجانب الكرخ. مشاهدينا، للحديث أكثر بما يخص المشاريع ومشاريع فك الاختناقات ببغداد، تنضم لنا المقدم سجا. يسعد صباحك سيادة المقدم. صباح الخير وصباح العافية عليك وعلى كل متابعي برنامج أول النهار وقناة الرابعة، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة المقدم مرة ثانية. بداية حابين نعرف ما هو الوضع المروري بين جانبي الكرخ والرصافة وآخر التطورات بما يخص مشاريع فك الاختناقات. نعم، أجدد التحايا لحضرتك ولجميع المشاهدين، وبداية أسبوع خير وبركة إن شاء الله على الجميع. حقيقة احنا لمسنا باليومين الماضيين منذ يوم الخميس بعض الزخم اللي بدأ مع بداية امتحانات الدور الثاني لطلبة الصف السادس إعدادي وأيضا طلبة الجامعات. بدأ عندنا زخم وكثافة مرورية جدا عالية في أوقات الصباح الباكر، هذه كلها أيضا بسبب أنه زيادة أعداد المركبات، زيادة أعداد الطلاب اللي دا يطلعون بنفس الوقت يومية صباحا. عندنا مثلا إذا اليوم راح نبلش بالموقف المروري من جانب الكرخ، الأعمال ما زالت مستمرة وبتطور، وأعمال توسعة وأعمال تطوير للشوارع، هذه أكيد تسبب لنا ضغط وزخم بحركة السير والمرور. عندنا مثلا سريع الغزالية باتجاه الشعلة، وأيضا سريع الشعلة باتجاه الغزالية، توجد أعمال، توجد توسعة بالشارع، وايضا يوجد اعمال تطويريه للمجسر اللي يربط بين حي الخضراء وحي الجامعه. هذا المجسر اللي تعرض الى يعني في وقتها سياره مفخخه وكان مغلق لسنوات، حاليا اعاده ترميم واعاده تاهيل للمجسر لاعاده افتتاحها ان شاء الله خلال الاشهر القليله. ولكن الاعمال اللي تصير بالمنطقه تسبب لنا ضغط جدا عالي وكثافه جدا عاليه بالمنطقه، يعني اثرت على المناطق اللي هي ابو غريب ومنطقه الغزاليه، منطقه الشعله، الحريه، هذه يعني المناطق يعانون حقيقه من الزخم اللي صار بهذه المناطق. مع العلم تواجد مفارز لمديريه المرور العامه ومستمره وزياده الاعداد اللي موجوده، ولكن يعني هو اللي يصير انه يصير عنق زجاجه المسار، ولهذا يكون انه يعني المسار مسار واحد فقط للمركبات، يأثر على سريع يعني سريع باتجاه سريع الشعله وسريع الغزاليه وحتى وصولا الى ساحه اللقاء. هذه المنطقه كلها تسبب لنا زخم. ايضا تقاطع الفرات من حي الجامعه وشارع الربيع باتجاه تقاطع الفرات الى حي العدل، هذا ايضا التقاطع يشهد كثافه وزخم بسبب الاعمال اللي موجوده. ايضا الاعمال الموجوده داخل منطقه الشعله
وتأهيل لسريع الشعلة من الجسر الدوار باتجاه سريع الشعلة. أيضا أكو يعني أعمال قشط وتبليط للشارع، هذه راح تستمر لمدة 45 يوم، فده يصير عندنا ضغط جدا كبير بهذه المنطقة. من الجسر الدوار باتجاه الجسر المثنى يعني الكثافة اليومية، تعرفين أنت عندنا احنا اكو ضغط على المنطقة بسبب أعمال اللي موجودة بالتاجيات، بسبب موقع التاجيات اللي موجود، فأكيد اكو زخم بالمنطقة. بعدها من جسر المثنى الموقف جيد. أيضا عندنا ساحة اللقاء تشهد كثافة مثل ما ذكرت بسبب الأعمال اللي موجودة على السريع، ولكن بعدها راح يشتت السير إلى 14 رمضان، الموقف جدا جيد إلى جسر ابن مجسر ابن حيان، أكو كثافة في المجسر، ولكن بعدها أيضا راح يشتت السير إلى الطوبشي، إلى العظمية، إلى العطيفية، الموقف جيد. أيضا عندنا الأعمال الجانب الآخر ب شارع مطار المثنى، توجد أعمال، توجد تحويل بخط السير، سبب لنا كثافة من الشارع يعني مطار المثنى باتجاه جامع براثة باتجاه الشالشية، هذه كليتها أيضا تأثر وسبب لنا زخم. منطقة العلاوي أيضا تشهد زخم. إحنا دائما من أكو يعني أعمال في منطقة معينة وأكو تحويل خط سير، راح يعني المناطق المجاورة كلها راح تشهد كثافة، لأن يعني تعرفين أنت يمكن أنه السائق المركبة يريد يدخل داخل المنطقة حتى يمكن يخلص من الازدحام، ولكن أيضا يوقع بازدحام ثاني وهكذا. أيضا عندنا ساحة الفارس العربي الموقف جدا جيد باتجاه ساحة النسور، الموقف جدا جيد بعد أن فتحت استدارتين في ساحة النسور، والمجسر اللي موجود بساحة النسور سحب كثير من الزخم الموجود. باتجاه ساحة قحطان، ساحة قحطان أكو زخم. دائما احنا نقول انه انت من توصل لساحة النسور اذا تريد تطلع على الاميرات اكو قبلها يعني توصل المسافة اكو الحدائق اللي قبال مستشفى اليرموك، هذه كلها تدخلك داخل منطقة اليرموك، ومن عندها انت تقدر تدخل الى الاميرات او ترجع الى اليرموك اربع شوارع، او تدخل الى حي الداخلية، او تعبر بعدها الى البياع او شارع المطار. ايضا انت من ساحة النسور تقدر تستدار وترجع على الخط السريع اللي هو راح ينقلك الى سريع البياع او الى سريع المطار، هذه كليتها حتى تخفف الضغط الموجود على ساحه قحطان والزخم والاعمال اللي موجوده بساحه قحطان. بعدها الى مفرق يعني قبلها تقاطع البياع، الموقف جدا جيد. مفرق الدوره ايضا اعمال وايضا اكو كثافه. بعدها الى سيطره 75 علوه الرشيد، الموقف جيد. عندنا ايضا الدوره وسريع الدوره يعني موقف حاليا ازدحام، سريع الدوره باتجاه الجسر العنكبوتي اكو زخم، اكو اعمال ما زالت مستمره، تحويل خط سير، هذه ايضا راح تستمر يعني الى ان يخلص المشروع اللي موجود. فاحنا دائما نقول اذا انت عندك طريق بديل، اذا انت تقدر تدخل داخل مثلا منطقه الدوره وبعدها الى جسر الطابقين، اذا انت تقدر مثلا من الجسر العنكبوتي تدخل على بغداد الجديدة، أفضل من أنه يكون الزخم من الجسر العنكبوتي باتجاه محمد القاسم. أيضا محمد القاسم باتجاه النهضة مزدحم، محمد القاسم باتجاه قرطبة مزدحم، ولكن العكس من قرطبة باتجاه محمد القاسم الموقف جدا جيد. عندنا سريع القناة الموقف جدا جيد، زيونة الموقف جيد، ساحة الحبيبية وباتجاه مدينة الصدر المحكمة، يعني الموقف جيد ومسيطر عليه. ايضا عندنا خط زخم اخر اللي هو جامع النداء واتجاه المعهد القضائي، هذه ايضا المنطقه دائما كثافه وتشهد زخم. باتجاه الاعظميه ايضا اكو زخم. ساحه عنتر يعني ساحه عنتر ايضا يعني من المقرر انه بالفتره المقبله ان شاء الله راح يكون هنالك اعمال توسعه على ساحه عنتر، واكو مجسر اكيد راح يكون في ساحه عنتر حتى يسحب الزخم اللي موجود في ساحه عنتر اللي هو دا يمتد الى شارع عمر وشارع الضباط. ايضا عندنا خط السير الاخر اللي هو الوثبه والشورجه والخلاني، اليوم احنا يعني بدايه اسبوع ودائما احنا هذه المناطق تشهد كثافه كونها يعني مناطق تسوق ومناطق حيويه. ايضا اليوم الخلاني باتجاه السنك ايضا شهدت كثافه. عندنا ايضا الكثافه الاخرى اللي موجوده في ساحه الطلائع باتجاه وزاره الصحه وباتجاه وزاره الدفاع، احنا دائما نقول انه ساحه الطلائع تشهد كثافه بسبب انه
انه السير القادم من شارع حيفا، مدخل مدينة الطب، مدخل وزارة الصحة، مدخل وزارة الدفاع، منطقة حيوية أكيد تشهد كثافة، مجسر جسر باب المعظم هذه هي منطقة أيضا تشهد كثافة، ولكن إن شاء الله احنا نتأمل يعني خلال سنة إن شاء الله راح يفتتح المجسر اللي راح يربط لنا ساحة الطلاء بساحة اللقاء، راح أكيد يخفف الضغط على هذه المنطقة. هذا هو موقفنا لليوم. طيب سيادة المقدم، يعني مثل ما نعرف أنه السيد رئيس الوزراء كان بزيارة ميدانية إلى مشاريع بهدف فك الاختناقات، وركز على موضوع مهم جدا أنه يتم أكو شوارع خدمية للمنطقة ولسكان هذه المنطقة حتى يخفف من الازدحامات. هل هذه الشوارع ثانوية أو أنه هي شوارع هي نفسها اللي ذكرتيها حضرتك يعني مسبقا بالسؤال السابق، ولا هي هذه شوارع ثانية يعني ممكن أنه بديلة أو ممكن أنه حتى تساعد ويا الشوارع الثانية اللي هي ممكن تكون بمناطق ذكرتيها حضرتك اللي هي أكثر اللي هي بجنب الكرخ؟ نعم، توجيه السيد رئيس الوزراء المحترم انه قرب الاعمال، مناطق الاعمال، احنا مثلا احنا اليوم انا ذكرت انه الحدائق اللي مقابل مستشفى اليرموك والجراجات اللي مقابل مستشفى اليرموك كان اكو بها شوارع نافذه الى منطقه اليرموك، هذه كانت مسدوده، اليوم هي مفتوحه امام حركه سير المركبات حتى انت لا تضطر توصل الى ساحه قحطان والازدحام اللي موجود في ساحه قحطان مثلا، انت تقدر تدخل على هذه الساحات اللي هي يعني تكون قرب الجراج وقرب الحديقة اللي مقابل مستشفى اليرموك، من عندها أنت تقدر تدخل على اليرموك ومنطقة الأربع شوارع، حتى من توصل منطقة الأربع شوارع أنت تقدر توصل إلى خلينا نقول المنطقة الداخلية اللي هي اليرموك حي الداخلية، ومن عندها أنت أكو طرق نافذة على شارع السفارات على شارع المطار، هذه كلها سابقا كانت مغلقة، بس اليوم توجيه رئيس الوزراء أنه كلها تكون مفتوحة أمام حركة سير المركبات حتى تخفف الزخم اللي موجود، أيضا منطقة الحارثية مثلا، الأعمال اللي موجودة حاليا لتوسعة منطقة الحارثية وتوسعة الشارع والتقليل من مساحة الرصيف ومساحة الجزرة الوسطية حتى تكون هناك انسيابية أكثر بحركة سير المركبات في منطقة الحارثية، سابقا كانت الأفرع الداخلية لمنطقة الحارثية مو كلها مفتوحة، اليوم هي كلها مفتوحة وحتى اكو بعض اللي راح تكون نافذة على ساحة الفارس العربي او يعني ساحة الاحتفالات او اللي تكون نافذة مباشرة الى سريع القادسية ومنها الى سريع المطار، هذه هي حتى في منطقة الكاظمية ايضا احنا نعرف انه هواية من الشوارع مسدودة، من الشوارع الداخلية اللي هي يعني خلينا نقول شوارع خدمية وداخلية اللي خاصة المناطق الإعاز انه الى فتحها حتى تسحب الزخم اللي موجود، احنا نعرف احنا مقبلين على موسم دراسي، احنا مقبلين على انه عندنا الكثير من الشوارع اليوم مغلقه بسبب الاعمال، الكثير من الشوارع اليوم يعني بها صيانه، هذه اكيد هي كلها تصب بمصلحتنا مصلحه المواطن، ولكن اكيد احنا بعد ان يبدي الدوام ويمكن اكثر من 10 ملايين طالب راح يتوجهون ببغداد والمحافظات لبدايه الدوام الرسمي، فتغيير توقيتات الدوام الرسمي ممكن ان تنعكس ايجابا على انه ما يكون الزخم محصور في وقت واحد، انه راح يتوزع الزخم عندنا من الساعه 6 صباحا ولغايه الساعه 10 صباحا، والزخم اللي الظهيره ايضا راح يكون متوزع من الساعه 1 بعد الظهور لغايه الساعه 5 عصرا، هذه اكيد كلها حلول هي حلول مؤقتة وحلول احنا يعني نعتبرها انه مجرد انه وقتية لغاية انه ما تكمل الاعمال اللي عندنا، حتى يعني اكيد بغداد راح تشهد انسيابية وراح تشهد يعني انسيابية جدا عالية بحركة المركبات. نعم سيادة المقدم شكرا جزيلا لك، كنتي معنا في اول النهار، شكرا جزيلا لك. اكيد احنا نشكر الجهود المبذولة اللي دا نشوفها موجودة بالشارع العراقي، لكن اكو تفصيله اللي هي انه احنا دا نشوف اكو شوارع دا تنفتح، دا نشوف اكو تحويلات دا تصير، دا نشوف اكو شوارع خدميه دا تنفتح بسبب المشاريع اللي دا تتم اللي هي بهدف فك الاختناقات، لكن احنا دا نشوف انه مو بس حتى بفترات الدوام دا نشوف هذه الازدحامات، هذه الازدحامات موجوده يعني دا نشهدها من الصبح حتى ساعات متاخره من الليل بمناطق عديده، حتى اذا كان بالكرخ او بالرصافه، مو بس بالمناطق اللي
تكون موجودة بها جامعات أو بها دوائر حكومية. ممكن أنه هذه الشوارع اللي هي الخدمية اللي تنفتح لغرض أنه تسهيل حركة السير قد لا تكون كافية، فنتمنى من الجهات المعنية الحلول السريعة بما يخص هذا الموضوع. البعض من المشاريع كان من المتوقع أنه يتم إنجازها أو يتم افتتاحها بآخر شهر 8، وإحنا اليوم 1/9، أكيد نتمنى لكم بداية شهر جميل. مستمرون وياكم بملف فك الاختناقات وباقين بهذا الملف ومشاريع فك الاختناقات المرورية، حيث تعتبر اليوم الأكثر حديثا بالشارع العراقي. كادر برنامج أول النهار كان له جولة مع وزير الإعمار والإسكان للاطلاع على آخر المستجدات في مشروع الدورة والسيدية. الزميل حيدر الصيف والتفاصيل، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج أول النهار. اليوم حلقتنا راح تكون في جولة مع وزير الإعمار والإسكان لزيارة عدة مشاريع استثمارية، مشاريع فك الاختناقات المرورية التي حصلت في العاصمة بغداد. راح نتحدث مع الوزير وكذلك مع المهندسين المقيمين في هذه المشاريع، راح نعرف أين وصلت الإجراءات. نحن الآن نقف تحديدا في موقع مشروع دورة سيدية، راح نشوف هذا المشروع أين وصلت نسب الإنجاز به. خليكم ويانا. السلام عليكم على الوزير، قواكم الله. شلون الصحة؟ خير وانت طيب. الله يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله. والله يساعدكم. خليك. شلونك استاذ حسين؟ قواك الله. شلونك صحة؟ ايش اخبارك؟ طيب. الله يبارك فيك. سيادة اللواء الذهب، قواك الله. شلونك تاج الراس؟ شلونك معاليك؟ الله يخليك. الله يساعدكم. الله يسلمك يساعدك. احنا حاليا يعني الحمد لله والشكر، يعني الناس اليوم مرتاح. ألف ومطمئنة. ألف الحمد لله. لأن اليوم بدنا نشوف اكو مشاريع حقيقية دا تصير في العاصمة بغداد وتنجز. إيه مو نحفر ونعوفها. ألف رحمة على والدك. فإحنا اليوم نتحدث، بما أنه إحنا اليوم متواجدين في مشروع دورة سيدية، نتحدث عن هذا المشروع. هذا المشروع طبعا واحدة من نقاط الاختناق المؤشرة في مدينة بغداد. إحنا كرر أنه بغداد كانت تعاني من اختناقات، والوزارة مع أمانة بغداد والمرور أجرينا دراسة شاملة على مدينة بغداد. بدأنا بمراقبة بالساتلايت، شفنا نقاط الاختناق، وبعدين بالكاميرات الذكية. هذه كانت واحدة من النقاط. وبعد المناقشات والوزارة تم تصميم هذا التقاطع بهذا الشكل، بحيث ما يبقى أي إشارة ضوئية ترافيك لايت في هذه المنطقة، تكون الحركة متاحة بجميع الاتجاهات، الحركة مفتوحة. فصار هذا المجسرين، كان بمجموعة من التعارضات، قسم من عدا أنابيب نفط اللي جاية من مصفى الدورة ورايحة لمطار بغداد، لقسم من عدا أيضا تزويد النفط الخام، إضافة إلى تعارضات الكهرباء والمي. تم معالجتها الحمد لله. المشروع قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز بفضل الله والحمد لله. المشروع نفذ بالتصميم والمواصفات اللي تم إدراجها، والحمد لله نوعية عالية جدا، وراح يخدم المواطنين. ويسعدنا أنه تكون مواطنين في بغداد فرحانين. أهم شيء. أي والله. وراضين، ويكون عندهم أمل ببلدهم. مو شرط، احنا مو مهم يكون بالحكومة، مو مهم يكون حتى بالنظام السياسي، لكن المهم انه العراقي ودائما ملتصق ببلده، والشاب العراقي يكون عنده امل ببلده انه هذا البلد ممكن ينجح ويصير بمصاف الدول المتقدمة، وهو يستحق ذلك ان شاء الله. ايضا كانت لكم يعني زيارة لمشروع الطابقين. كان عندنا زيارة لمشروعين اشرف عليه دولة رئيس الوزراء، كان يرافق يعني كنا نرافقه في الزيارة. المشروع الأول هو يتكون من مقطعين، مقطع تقاطع في المصافي اللي هو امتداد لهذا الشارع مصفى الدورة، والمقطع الآخر هو ربط الطابقين بالمعلق اللي راح يكون عبر مجسر يمر في منطقة الجزر الوسطية بين ساحة الحسنين والجسر المعلق، ومن ثم بناء جسر
على طرفي المعلق يمينه ويساره، حتى هاي الجسور تربط مباشرة صعود ونزول إلى الطابقين. ومجسر المصافي بعد أيضا ما راح يبقى عندنا من البصرة إلى أن تجي تعبر المعلق، ماكو عندنا أي إشارة ضوئية، كلها راح تكون حركة متاحة. المشروع الآخر هو توسعة أبو نواس وبناء جسر الجادرية الجديد مرورا بجزيرة أم الخنازير وربطا بتقاطع الجديد في القادسية، مجسر جديد إلى ساحة النسور. هذا المشروع تعرف أهميته والاختناق الكبير في ساحة في أبو نواس إن شاء الله، وإن شاء الله راح نكون إحنا حاضرين يعني وياكم بالافتتاح بحيل الله، لأن إحنا يعني شرفنا إنه اليوم نشوف هاي المشاريع الحقيقية التي أنجزت يعني في العاصمة بغداد، وهاي يعني فد مؤشر إيجابي يعني طيل العالم. الحمد لله، إن شاء الله تكونون موجودين في حفل يليق بالمشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما وضح معالي السيد الوزير، كان اليوم يعني شرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس الوزراء لأهم مشروعين في الحزمة الأولى، اللي هو مشروع الأول كان توسعة أبو نواس وبناء جسر الجادرية الجديد وربطه بمقتربات ساحة النسور، والمشروع الآخر هو الجسر الرابط بين المعلق والطابقين، وكان الحمد لله الانطباع مرضي جدا لدولة الرئيس، حيث ان العمل يشهد وتائر عمل يعني انجاز متقدمه وطفرات نوعيه. العمل اضافه الى السرعه، هناك مواصفات تقنيات جديده ادخلت في هذين المشروعين، تم استخدام روافد لاحقه الجهد بوست تنشن باطوال لاول مره تستخدم العراق، ووصلنا بها 50 متر لحد الان، وسيكون الطول 110 متر على النهر. وإضافة إلى جسر الجادرية الجديد اللي راح تستخدم تقنية البالانس كانتليفر، اللي أيضا أول جسر بالعراق ينشأ بهذه الطريقة من دون نصب أي سقالات على الأرض أو على الدوب في داخل النهر، بل يتمها من خلال تعليق بعض المكائن التخصصية أعلى الجسر اللي يتم الصب الموقعي في على شكل أجزاء. أيضا أكملنا الجولة مع معالي السيد الوزير لنشاهد أو ليقف معاليه على آخر ما تم إنجازه في مشاريع عدن وصنعاء اللي راح تفتتح في أيلول القادم إن شاء الله، وأيضا هذا المجسر في نهاية أيلول، وأيضا عندنا كان جولة لمجسر الطلائع اللي أيضا يشهد تقدم كبير جدا ويمثل نقلة نوعية في نقل وربط الرصافة تحديدا عند منطقة باب المعظم بمركز الكرخ ونقطة يعني منطقة المنصور، استحداث محور جديد للربط وبالتالي يخفف العبء على جسور الجمهورية والسنك اللي الآن يسلكها القادمين من الرصافة باتجاه المنصور. الآن راح يصبح عندنا محور جديد لنقل الحركة من خلال وجود مجسر الطلائع وعبوره لمطار المثنى باتجاه البيجية. مشروع الزعفرانية شنو وضعه؟ الآن متجهين إلى مشروع الزعفرانية، وأيضا الحمد لله بلشنا بأعمال الإكساء والتبليط من منطقة هالرجب مرورا عبورا بمجسر الدورة يوسفية وباتجاه النهر عند منطقة البعيثة، والجسر غزة النهري يشهد أيضا أعمال ركائز وربط منصة وإكمال عمل المنصة اللي أيضا بتقنية جديدة تستخدم لأول مرة بالعراق من خلال تقنية تسمى الانكرمنتال سيجمنتال، اللي هي طبعا هذه يعني طريقة العرب المتزنة أو المتوازنة، اللي أيضا يتم من خلالها صب فضاء الجسر بطول 35 متر وعرض 20 تقريبا بكتلة كونكريتية هائلة ليتم دفعها من خلال آليات تخصصية ومن على منصة عدت لهذا الغرض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعد مشروع تطوير تقاطع دورة سيدية أحد مشاريع فك الاختناقات ضمن الحزمة الأولى. المشروع يتكون من مجسرين، الأول القادم من شارع المطار أو شارع المطبول باتجاه شارع المصافي بطول 550 متر، والمجسر الثاني من شارع المصافي باتجاه طريق بغداد حلة بطول 750 متر. الأعمال تسير بوتيرة متصاعدة وبلغت مراحل متقدمة بالإنجاز، حيث تم إنجاز تركيب الروافد بشكل كامل الكونكريتية والحديدية، تم صب الفضاءات للمجسر الأول بشكل كامل. المجسر الثاني متبقي به فضاءين، واحد من الفضاءات اليوم إن شاء الله ينصب، يبقى عندنا فضاء واحد خلال يومين أو ثلاثة إن شاء الله يكمل الصب. أعمال التوسعة بالطرق جارية،
واعمال اكساء بالطرق الخدميه ايضا جاريه. اعمال المتبقيه بالمجسر اعمال اكساء واعمال مفاصل تمدد واعمده الاناره، العمل جاري بها. كذلك عندنا اعمال رفع للتعارضات وانشاء شبكه لخطوط مجاري الامطار وتغيير مسارات الاتصالات. وميض نتحدث يعني عن الطرق الجانبيه، يعني نعم. بعد ما تكملون يعني المجسرات، هاي الطرق الجانبيه شو راح تتعاملون وياها؟ طبعا هي من ضمن اعمال المشروع، احنا عندنا توسعه نعم. للطرق الخدميه وعندنا تشجير عندنا مساحات خضراء يعني من ضمن اعمال المشروع وضمن التصميم، فراح تكون اكو مساحات خضراء وراح يكون عندنا توسعه بالطرق الخدميه، وايضا عندنا الطريق الرئيسي عندنا به اعمال قشط واكساء. يعني احبتي المشاهدين، مثل ما شفنا اليوم الأعمال التطويرية في أغلب المجسرات في العاصمة بغداد، وتحديدا مشروع دورة سيدية اللي وصل إلى نسب إنجاز عالية جدا، ومثل ما تحدث وزير الإعمار والإسكان وكذلك مدير الطرق والجسور عن أهمية هذه المشاريع وكيفية يعني وآلية العمل بها، وإن شاء الله الافتتاح القريب إن شاء الله المنتظر من قبل الوزارة وكذلك يعني الطرق والجسور. فاليوم هذه المشاريع هي مشاريع إن شاء الله إن اكتملت على أتم وجه راح تنهي الزحامات المرورية في العاصمة بغداد. وصلنا وإياكم أحبتي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا يا حيدر، وأكيد الشكر موصول إلى معالي الوزير. إنجازات كبيرة وجميلة دا نشوفها دا تتحسن، لكن هذا الموضوع يتسمى اللي هي احنا نقول لاين أو خط، يعني هذا المشاريع أو التطوير أو التطور اللي احنا دا نشوفه دا نشاهده، ممكن أكو أشياء ملموسة دا نلاحظها، لكن هذا يعتبر خط. احنا مثل ما نقول انه احنا نبلش بغداد من الصفر، فيحتاج دفعة قوية، يحتاج دعم قوي، يحتاج سرعة. نشوف اكو انجاز، نشوف اكو جهود مبذولة. السيد رئيس الوزراء كان بجولات ميدانية، واليوم نشاهد معالي الوزير بجولة ميدانية ايضا. حابين مدى نشوف فرحة المواطن العراقي اليوم من يتفرج ونشوف انه هو الوزير بنفسه ورئيس الوزراء بنفسه دا يوجه، واكيد كل العراق وكل العراقيين حابين انه اليوم يشوفون بغداد بصورة جميلة. نتمنى من الكل نكون باقي على هذا الخط او على هذا اللاين. اكو لاين ثاني اللي هو اكو خط ثاني اللي هو خط الفن البصري. حياتنا كلها عبارة عن خطوط، فهذه واحدة من الخطوط الجميلة، واحدة من الأشياء اللي ممكن تكون تراثية اللي هو الخط العربي، اللي احنا معروفين بالخط العربي. حتى الأجانب بالفترة الأخيرة صاروا يحبون الخط العربي، ممكن وصاروا يترجم إلى الإنجليش لكلمات معينة، فإحنا عندنا تاريخ بهذا الموضوع. اليوم زميلتنا زينب كانت بجولة مع خطاط، خط جميل جدا. وغير هذا انه هو مكرس كل حياته بما يخص الخط. التفاصيل اكثر والزميله زين. صباح الخير مشاهدينا، اليوم احنا راح نكون متواجدين بمشغل الخطوط العربية اللي كانت تمثل ثقافتنا وتاريخنا. تعالوا يانا نتعرف على احد الخطاطين اللي كرس حياته للكتابة بالخطوط العربية وتحويلها الى لوحة فنية.
مرحبا وسهلا. تعرفنا عن نفسك، تعرفنا شو وقت بديت مسيرتك في هذا الفن وشو اللي خلاك تدخل هذا المجال؟ زياد عبد الكريم، رئيس قسم الفنون التشكيليه بوزاره الشباب والرياضه، خريج فنون جميله بكالوريوس قسم خط وزخرفه. دخلت المجال من الطفوله، يعني الدراسه الابتدائيه تاثرت بالخطوط اللي موجوده بالكتب المنهجيه، وبعدها بديت تدريجيا اطلع على الكراريس والكتب الاحترافيه اللي تخص الخط العربي، ودرجت الى ان تخصصت بشكل دقيق بالكليه، وحاليا اعمل بهذا المحترف اثناء اوقات الفراغ. يعني انت هذا الفن، فن الخط، انه حبيته من الطفوله. طفوله. زين، شلون تشوف هذا الفن اليوم؟ الفن تاثر يعني مرحلتين، اكو ايجابيه وسلبيه. المساله الايجابيه هي رجع الى اصوله الكلاسيكيه الاصليه، يعني هوايه الجانب التجاري اثر عليه سابقا، يعني كان الاعتماد عليه بشكل كامل. النقطة اللي أثرت سلبا هي التطور التكنولوجي، الناس اتجهت للحرف الإلكتروني، للطباعة الإلكترونية، للتقنيات الحديثة يعني الأتمتة، هذه أثرت جانب من الجوانب على الخط العربي. بس بشكل عام بالجانب الإيجابي مثل ما أسلفت أنه رجع الأصول الكلاسيكية، بدأت الناس تدور الجانب الكلاسيكي، يعني الأمور الهاند ميد اللي تنكتب باليد. اليوم يعني هذا الفن نقول اندثر يعني؟ لا، بسبب التطور التكنولوجيا، الطباعة وغيرها، يعني أثرت عليه. أثرت على المجال الذوقي بالضبط، مثل ما نقارن سجادة مشتغليها باليد وسجادة إلكترونية، سجادة ميكانيكية، يعني تبقى السجادة اللي نشتغلها بيدنا هي لها مكانتها، ولها تبقى لأنه هي شغل يدوي، تبقى لها مكانتها الفنية والروحية. جانب الأتمتة مهما يكون دقيق وجميل، لكن يبقى العنصر البشري إلى خصوصيته بالعمل الفني. من الروادة هذا رواد الخطوط العربية؟ الخطوط العربية تبدي يعني من بداية ظهور اللغة العربية. الرواد احنا بكل مرحلة تاريخية لها رواد، يعني مثلا المرحلة العباسية كان لها روادها، مثلا من واضعي أسسها للخط العربي مثلا الوزير بن مقلة، هذا واحد من أوائل الأشخاص اللي وضعوا أو قننوا الخط العربي. عندنا مثلا ياقوت المستعصمي، عندنا قبلة الكتاب ابن البواب، هذه بالنسبة للعصر العباسي. بالفترة العثمانية أكو خطاطين مشاهير جدا ايضا اضافوا للخط العربي. بالعصر الحديث يعني بدايه القرن العشرين اكو خطاطين اخرين. يعني السنين القريبه مثلا مرحوم هاشم البغدادي، فتره الثلاثينات، اربعينات، خمسينات الى السبعينات، الرجل قدم منجز كبير جدا، ولحد الان اكو اساتذه افذاذ اذا كانوا بجامعه، يعني بجامعه كليه فنون جميله او بجامعات المحافظات او معهد فنون جميله او خارج الوسط الاكاديمي، اكو هواي خطاطين افذاذ تركوا بصمتهم على الخط العربي. زين، شنو هي الخطوات اللي تستخدمها بالخط العربي؟ شنو الالوان اللي تستخدمها؟ شنو نوع الخط اللي انت تفضله؟ مبدئيا اكو تقنيات تخص التمرين، الخط ملازم للتمرين، مثل ما الملاكم او لاعب الاثقال او الرياضي يحتاج تمرين متواصل حتى يرتقي بمستوى، بالضبط الخطاط والمزخرف يحتاج تمرين، يحتاج تمرين تقريبا يومي. فاكو عدد ويعني مفردات معينه نستخدمها للتمرين، اكو مفردات اخرى نستخدمها للعمل الاحترافي. بالنسبه للتمرين نستخدم ورق الارت والحبر الاعتيادي. بالنسبه للوحات اكو هوايه خامات نستخدمها، مثلا الورق المقهر، ورق الترمة، ورق الابره يعني ورق المجزع، احبار الملونه، احبار الاعتياديه. غالبا الخط ينكتب بأداتين، هي قلم القصب، وإن شاء الله مثل ما راح نشوف بالورشة يعني قلم القصب والحبر، حبر العربي غالبا أو الحبر الملون مشان يعني من مناشئ أجنبية. زين، أنت شنو تفضل يعني من تبدي ترسم بالخط؟ كتابة أفضل، أما حبر شفاف إذا كانت كتابات بقياسات كبير، خصوصا بالورش اللايف اللي اسويها بالمعارض او المشاغل، يعني من يصير مشغل او ورشه مصاحبه لمعرض فني، غالبا استخدم يعني الحبر الشفاف او الحبر العربي بالتمرين، يعني الحبر العربي الاسود وورق الارت. زين، انت يعني متعاون ويا مؤسسات تعليميه واكاديميه حتى تعلم مثلا الخط العربي؟ احنا كمؤسسه يعني اعمل بدائره ثقافه الشباب تابعه لوزاره الشباب والرياضه، هي دائره مختصه بمجال الثقافه والفنون، واحد من فروعها هو قسم الفنون، وبقسم الفنون اكو شعبه متخصصه اسمها شعبه الخط العربي. احنا غالبا يعني ما يمر شهر او شهرين اذا ما نسوي ورشه او ندوه او محاضره عن الخط العربي او دوره للمبتدئين، اغلب دوراتنا مجانا.
أغلب المرتادين هم من فئة الشباب يعني دون 30 سنة. بالسنة الماضية ارتينا أنه نقيم مسابقة لمستوى الشباب وكان نجاحها باهر، وإن شاء الله السنة هذه يعني على شهر 12 راح نعيد المسابقة بنفس الشروط، ووضعنا مجموعة شروط ومقاومات المسابقة، خلينا فئة عمرية، خلينا نوع الخامة وأنواع من الخطوط العربية، وإن شاء الله نحضر لمسابقة ثانية الهدف منها هو الارتقاء بمجال الخط العربي وتعريف فئة الشباب بهذا المجال. شنو هي أنواع الخطوط اللي تشتغلون بها؟ الخطوط غالباً هسه اللي مشهور 8 خطوط إضافة إلى الخط الكوفي. الخط الكوفي به مجموعة خطوط نسبة إلى المناطق اللي نشأ بها. بقية هذه اللي يسموها الخطوط اليابسة. بالنسبة للخطوط اللينة أكو خط الثلث، خط النسخ اللي ينكتب به المصحف، الخط الديواني، خط الديواني الجلي، خط الإجازة، خط الرقعة. هذه خطوط كل وحدة لها وظيفتها ولها جانب المعياري والجانب الجمالي والوظيفي باللوحة. انت اي خط تشتغل به هنا بالمشغل مالك؟ غالبا اغلب الخطوط، بس اميل للخط الديواني وخط الديواني الجلي. مفكر تكبر المشغل؟ يعني احنا نشوف المشغل اليوم جدا صغير، مفكر تكبره حتى يكون مكان اكبر، حتى يكون مثلا اذا طلاب حابين يشتركون بهذا المجال او يتعلمون للخط العربي؟ والله اكو طموح ان شاء الله لهذا الموضوع قريبا ان شاء الله. نعم مشاهدينا، رغم التحديات اللي تواجه الخط العربي إلا أنه الخط العربي إلى رواده، وأيضا هو مو بس كتابة على الورق بل هو فن يحمل بين طياته التراث والثقافة. إلى هنا تنتهي جولتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء. شكرا زينب، جولاتنا مستمرة وتغطياتنا مستمرة وكثيرة. موضوع جميل جدا اللي هو أكو مثل يقول أنه أكل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، لكن الأمثال تضرب ولا تقاس. يعني أكو هواي أشخاص إحنا ما نقدر نقيمهم من خلال مظهرهم الخارجي. اليوم الزميل جعفر الرئيس كان بجولة وسأل الناس هل اليوم أنت ممكن أنه تقدر تحكم على الأشخاص من خلال مظهرهم أو من خلال هم شنو يعنون بالمجتمع؟ خلونا نتابع. وي وي عرب التهوات والأمة العربية بالكعبة أياخ مجد يهمل علي. أسمع أغاني كشاخ عند 400 سترة، سموني سيد فاضل سترة. لا تقطع. عرفت أوادمي. زوج؟ يعني جاء زواج. سجاد شوف مظهره خطيه بالضيم. اسالك شنو السبب؟ تفضل انت. اي عيني تليفون 14 برو ينزل له من كاديلاك. انا عندي 14 بس كاديلاك ما عندي شلون؟ وكارتر العطر مالك. نسوان شكرا. كاتل عليه خالي. هذا ما مليتوا بطلوا. الفترة الأخيرة نشوف الناس تنخدع بالمظاهر، تباوع على المظاهر وتحكم من خلال المظهر. شنو وجهة نظرك بخصوص هذا الموضوع؟ ما يصير واحد يحكم عن المظاهر أو عن قول، ما المفروض الإنسان يشوف بعينه وهو يحكم، لو يسمع بذانه أو يتقرب للشخص أو يتقرب يشوف داخله. يجوز الشخص هذا بهاي اللحظة يجوز هو كان منفعل أو هاي أو ألفاظه ما مستقرة، لكن لا تحكم عليه بنفس الوقت، خليه يهدأ. من تشوفه يهدأ وهو تشوف منطقة صحيح، لكن وقت تحكم عليه. هسه نشوف بعض الناس انه مثلا يباعل شخص من خلال عمله ومن خلال لبسه بعمله، ما له دخل يقيمه. لا ما له دخل المظاهر. الانسان لا بجاه ولا بمال، الانسان اخلاق. صح. اثنين عد الانسان. يعني اثنين يعني اذا تقوى الله وحسن الخلق. صح. هاي اثنيناتن تدخلك الجنة. بس لكن تحكم عليه انه مظهره او ماله هذا مو قياس. اهم شيء المظهر الخارجي، فهذا شيء مهم يعني. فهذا واقعنا، صار ان الناس تهتم بالمظهر زين وكاشف. اي اكيد يلا يتبادل الاهتمام والاحترام. اكيد هي الناس هسه صارت تدور مظاهر يعني. اخي يعني هذا واقعنا هسه، غير مظهر عندك يريدوك شكلك نظيف ومرتب وملابس، ما تشوف داخله. صح للاسف يعني هذا واقع. مظهر وفلوس طبعا اكيد. هي اكيد موقف صاير وياك على طار المظاهر؟ والله هواي مواقف يعني هواي مواقف. ما يريدون انسان يعني، يريدون مظهر يعني، ما يريدون انه يعني شلون كانما داخله نظيف. صح. احبك وتحبني واحترمك وتحترمني واوقف لك يعني مواقف. لا مواقف تروح. زين
هسه وقتنا هذا يعني هسه حتى ذا اخ يعني هسه ما عنده ما يدورونه يعني. زين زين، انت من وجهه نظرك شلون تشوف العالم تباوع لهم من خلال مظاهرهم؟ لو تشوفه لا بالعكس، لا بالعكس، الباوع هي كانما الماديات هاي تروح يعني، ايش تريد تبقى يعني الماديات تروح يعني، بس اما لا الانسان يعني لازم الواحد شوي يعني قلبه طيب والاخوه والصداقه اللي بينها يعني. اسمع اغاني كشاخ اي كل انت كشاخ، عندي 400 سترة وعندي سوارات محابس وقلايد كل شيء. كشاخ ملتهي بكشختك من 10 الاوائل بغداد قبل انا واحد اللي هم كشاخ، سموني سيد فاضل سترة. سيد فاضل سترة من قد الستر ال 40 عندك؟ ما البسها ثاني يوم ابدلها. 14 يمكن فد 250 شفافي ما ادري ايش قد. هاي قصه معروفه انه واحد جاء المضيف شافوه مخربط ما خلوه طب كان ما ادبه ما خلوه. اجى كشخ لبس اهلا وسهلا استقبله، ما له علاقه بالهذا، بس هو الانسان مظهره اهم شيء. فقير ما عنده كذا. الانجليزي دائما عنده شغلتين بالاناقه، ربطه العنق والحذاء، اذا مو مسبوق مين يطلع؟ ليش الناس هو بصوره عامه تنخدع بالمظاهر؟ هاي بالعراق، بس بالعراق يعني الدول الشرق الاوسط نقول عليه. اما امريكا قلة الثقافه نقول، اما الرئيس الامريكي، رئيس امريكا هو عنده خط ازرق وقميص ورباط احمر، ما يهتمون لهاي الشغله. اللي ما يهتمون بشغله الاناقه هم المثقفين، صح، الدكتور، المهندس، الاستاذ، كرس بالضبط. هاي مو اهميه، بس رغم هاي هي حاله نفسيه، صح، يعني هي حاله نفسيه. الانسان يحب يحط عطر، عشان يحب يعطر يحط عطر، كم عطر اي ومرتب وكاشف اي، وعمري هم 74 سنه. 74 اي نعم، قلت العمر ان شاء الله. اي ما اعرف اني اذا مو اطلع هيك ما اعرف. زين، اما بالشتاء لابس كامل جاهز. بالشتاء كوتات؟ اوه لا، شوف قمصله ما البس، ما تحب القمصله، قمصله مو لبس. ليش؟ بس ستره حتى خمصة. كوت ما لبسه. ليش؟ بس هاي الشفافي والربطات هاي يعني انا براند، يعني براكت مالي هيك يصير. انت براند زي ما نقول. اي زين، اي هاي كلها تعرفني سيد فاضل سيد ستره. لان قد ما عندي ستره هاي 400 ستره على مدى ايش قد جمعت لو؟ اي فد مدى 20 30 سنه. وين الموديل؟ شي يجي موديل جديد تحدث؟ لا بوله باله باله كله باله. اذا تريد تحسبها تسا المستشفيات اللي تروح اليوم ابسط شيء من عندك حاله طارئه وعندك ابسط شيء من تروح عليهم ما يبقون عليك وما يقلبونك. ليش؟ لان يشوفونك فقير وما عندك، حكموا عليك من مظهرك. اي مظهري، من يجي واحد لابس وكاشخ شوفوا نقاطه وتليفون 14 بروكر وشوفوا هو العطر مالته وكذا، وينزل له من كاديلاك، ينزل له من تاهو، لو ينزل له من انواع السيارات الحديثات، راح هلا هلا وهلا وين. بس مالاني قلبني سابع المستحيلات، من تجي وحده عده مثل تروح الدائره عندك اليوم انت من هذين الدوائر، اليوم عندك انت مراجع من هذين الدوائر، هم ما حد يبوا عليه. قول ليش ما حد يبوا عليه؟ هم رجال فقيراني. انا احسهم انه هذول مرضى نفسيين، يعني واحد يقيم واحد على مود المادة، أو ذاك عنده هذا عنده، كلنا ولد آدم إحنا، إذا هذا على وذاك على، إحنا كلنا ابن آدم وابن آدم من تراب. شفت الفترة الأخيرة انتشرت هاي الحالة؟ أي هواية عالم يعني يعني تبقى على مظهرك أو هاي تمشي وياك، إذا عندك تمشي وياك، إذا ما عندك ما حد يبوا عليك، فقير ما حد له، خاصة بهالبلد. شكرا يا جعفر. بس حابة أوجه رسالة السيد فاضل بما يلقى السيد فاضل سترة. سيد فاضل، أنا مذيعة ما عندي 40 سترة، شو كنت لقى على حاجة تجمع 40 سترة؟ على فكرة هو المظهر الخارجي مطلوب بغض النظر عن شنو نوع الشغل، يعني الرسول وصى بهذا الموضوع، المظهر الخارجي مطلوب. لكن يعني أكيد أنه الناس ما يصير بس الجاهل يقدر أنه يقيم الشخص اللي قدامه على مظهره
او على مركزه او على هاي الاشياء، لان بالتالي احنا كنا ولد تسعه وكل الناس سواسيه. خلينا نشوف راي فاطمه بما يخص هذا الموضوع. صباح الخير يا فاطمه مره ثانيه. ثانية مروة، أكيد يعني هو أمر مستغرب طبعا، لكن إذا تذكرين الزمن الجميل بالسابق يعني هم بأي طلعة عندهم لازم يتكشخون، خاصة بالجامعة. يعني إحنا دائما نحكي عن كشخة الجامعة بالنسبة للرجال والنساء أيام يعني أجدادنا وحتى أمهاتنا وأبائنا، فبالتالي أنا ما مستغربة من هذا الموضوع أبدا، لأنه قبل كان الاهتمام باللبس والاهتمام بال خلينا نقول إحنا المظهر اللي كان مظهر النظيف، مو هسه مثل ما يصير حاليا، يعني هو مو الأوفر لكن المظهر صحيح. الخارجي مطلوب صح؟ صحيح، يعني فكانوا يهتمون هواية بهذا الموضوع. مجموعة عناصر لازم تكون متكاملة، يعني الخلق والمظهر النجاح مثلا، أمور هواية كانوا يهتمون بها. فبين هو من كلامه قاعد يحن للأيام الماضية يعني، فكلش يعني أحب أنه أشوف 40 سترة يا فاطمة عند هذا يا كنتور متحمل 40 سترة أقول أنا ما عندي 40 سترة مقارنة بعمره، يعني عدد منطقي ترى، يعني إحنا ممكن إحنا هم من أكثر استعمالا للستر يمكن ما عندنا هيك عدد. اليوم ما حرجع أشوف كم سترة عندي. شكرا لك أكيد يا فاطمة. خلينا نشوف أخبار الرياضة وياك. شكرا لك مروة، واهلا بكم مشاهدينا برحلتنا الرياضيه. اكيد فقرات عديده ومواضيع رح نناقشها برحلتنا اليوم، لكن بعد الفاصل. إذا مشاهدينا، بدأ العد التنازلي لمباراة المنتخب الوطني مع عمان في تصفيات كأس العالم 2026، المباراة التي ستحتضنها مدينة البصرة، وبالتأكيد يعني سنتحدث أكثر حول هذه المباراة واستعدادات المنتخب الوطني الذي خاض يوم أمس مباراة استعدادية تحضيرية أمام فريق الوعب، وانتهى أكيد بفوز المنتخب الوطني بهدفي أمجد عطوان وزيد تحسين في هذه المباراة التي طلبها شخصيا المدرب كاساس حتى يكون المنتخب الوطني جاهز ومستعد قبل موقعة عمان في البصرة. طبعا بالتأكيد راح نتكلم عن هذا الملف وعن الوحدات التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني في معسكر الدوحة قبل أن يصل إلى البصرة في الأيام القادمة. طبعا سنناقش هذا الملف مع مراسلنا جلال جاسم من البصرة. صباح الخير جلال. نعم صباح الخير زميلتي فاطمة عليك وعلى كل مشاهدين قناة الرابعة وبرنامج أول النهار. بكل تأكيد فاطمة مثل ما ذكرتي بدأ العد التنازلي لمباراة منتخبنا الوطني وآخر استعداداته لملاقاة المنتخب العماني يوم الخامس من هذا الشهر يوم الخميس المقبل إن شاء الله هنا في البصرة. بكل تأكيد يوم أمس يعني أنهى المنتخب الوطني مباراته مع نادي الوعب القطري الذي انتهت لصالح منتخبنا الوطني بهدفين لمقابل لا شيء. بكل تأكيد هذه المباراة كانت مغلقة أمام الجماهير وأمام وسائل الإعلام. بكل تأكيد هذه المباريات دائما ما تكون هذه المباريات مغلقة على اعتبار أنها مباراة تدريبية، مباراة استعدادا لمباراة رسمية، فبكل تأكيد تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام وأمام الجماهير. أراد من خلالها السيد كاساس الوقوف على جاهزية اللاعبين خصوصا وأن اللاعبين الآن المتواجدون مع السيد كاساس هم أغلبيتهم لاعبين يعني الأندية العراقية والدوري العراقي الذي توقف أو الذي انتهى يعني ربما خلال شهرين، فبكل تأكيد هناك راحة سلبية للاعبين. أراد السيد كاساس من خلال هذا المعسكر إقامة هذه المباريات ليعيد اللاعبين إلى أجواء المباريات، فبكل تأكيد هناك جاهزية تامة لدى اللاعبين شاهدناها من خلال الوحدات التدريبية التي جرت على ملاعب جامعة قطر هناك في الدوحة. بكل تأكيد اليوم سيخوض منتخبنا الوطني الوحدة التدريبية الأخيرة هناك في الدوحة خلال معسكر الذي يقيم في قطر. بكل تأكيد يوم وغد إن شاء الله صباحا سيتوجه منتخبنا الوطني إلى البصرة وسيصل هنا إلى البصرة صباح يوم غد الاثنين إن شاء الله
خلال هذه الأيام القادمة أيضا ستكون هناك وحدات تدريبية لمنتخبنا الوطني على ملاعب التدريب في المدينة الرياضية، وهي باعتبار يعني الوحدات التدريبية الأخيرة ما قبل المباراة. بكل تأكيد أيضا سيتم أو سيكون تواجد المحترفين أمثال علي الحمادي، زيدان، دانيلو، حسين علي، بالإضافة إلى أيمن وبايش وعلي جاسم. بكل تأكيد هؤلاء اللاعبين الذين لغاية الآن هم مع أنديتهم المختلفة، فبكل تأكيد أيضا سيكون تواجدهم يوم غد إن شاء الله، وسيلتحقون بصفوف المنتخب هنا في البصرة لتكتمل يعني صفوف المنتخب الوطني لدى السيد كاساس. ربما يعني المنتخب العراقي الذي لغاية الآن لم يعني يطرح التشكيلة الأساسية المتكونة من 23 لاعب إلى المباراة، ربما اليوم سنشاهد تشكيلة السيد كاساس أو قائمة المباراة النهائية لملاقات منتخب عمان بالإضافة إلى المنتخب الكويتي. فبكل تأكيد أيضا سيكونون جميع اللاعبين على أتم الجاهزية هنا في البصرة. ربما الأيام القليلة ستشهد وحدات تدريبية للوقوف على جاهزية المنتخب وعلى أتم الجاهزية، بالإضافة أيضا إلى وصول ربما يوم غد أو بعد غد وصول المنتخب العماني أيضا إلى البصرة من أجل هذه المباراة. جميع الاستعدادات هنا على أتم الجاهزية هنا في البصرة. نتحدث أيضا فاطمة عن يوم أمس كان هناك اجتماع للحكومة المحلية مع القوات الأمنية وقادات القوات الأمنية المتواجدة هنا في البصرة من أجل الوقوف على الاستعدادات الأخيرة لهذه المباراة، وهي بكل تأكيد هذه المباراة كالمباريات السابقة التي دائما ما تكون البصرة جاهزة، دائما ما تكون المدينة الرياضية جاهزة لاستقبال الجماهير، بالإضافة إلى إقامة هكذا مباريات. الجميع يعلم أن ربما ستكون هناك يعني 65 ألف متفرج سيملؤون ملعب البصرة الدولي لهذه المباراة. بكل تأكيد يوم أمس تم طرح التذاكر للمباراة في الأسواق، فيعني والأجواء هنا جميعها توحي إلى الاستعدادات التامة لاستقبال منتخبنا الوطني وهذه المباراة. وكما تحدثنا سابقا فاطمة أن هذه المباراة ربما تعني الكثير على اعتبار أنها المباراة الأولى ضمن التصفيات النهائية والتصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم. بكل تأكيد يريد المنتخب الوطني حصد النقاط الثلاث من هذه المباراة قبل التوجه بعد المباراة مباشرة إلى الكويت وإقامة يعني وإقامة مبارياته مع المنتخب الكويتي يوم العاشر من هذا الشهر. فبكل تأكيد المباراة الأولى دائما ما تكون مهمة. أيضا المنتخب الوطني يعمل على عامل الأرض والجمهور، وإن شاء الله ستكون الأمور يعني جميعها تصب بمصلحة منتخبنا الوطني، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. هذا كل ما يخص أخبار منتخبنا الوطني لهذا اليوم، والعودة إليك من جديد زميلتي فاطمة. شكرا جزيلا لك جلال جاسم من البصرة. وإذا مشاهدينا، إذا قبل قليل تم الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2026. هذه القائمة تألفت من 26 لاعب سوف يشاركون مع المنتخب الوطني في مباراتي عمان والكويت. طبعا نتحدث أكثر عن قائمة المنتخب الوطني النهائية واستعدادات المنتخب الوطني مع مراسلينا بالتأكيد، لكن خلينا نتكلم عن استعدادات الأندية العراقية قبل بداية موسم القادم من دوري نجوم العراق. تحدث خاصة عن نادي الميناء الذي أجرى طبعا وحداته التدريبية الأخيرة قبل أن يسافر إلى تركيا، حيث سيدخل في معسكر تدريبي استعدادا للموسم القادم، يسعى طبعا للظهور بشكل مميز رفقة مدربه بابلو. نشاهد هذه المادة ونرجع لكم. كلش مرتاح الحمد لله، ويعني هسه اكثر اكثر عم يعني تعود واتعلم كل يوم، والحمد لله يعني كلش زين مرتاح. شلون كان الشرجي يعني؟ شلون؟ الشرجي شلون كان وياك؟ يعني اي هسه تعودت ان شاء الله، وهسه صارت بالنسبه لي يعني جو عادي ومرتاح. معسكر انطاليا راح يضيف للفريق؟ اي اعتقد راح نصير اكثر يعني زي عائلته كبيره، وراح بالنسبه لي تصير زين لنا ان شاء الله. شلون شوف علاقتك ويا زملائك؟
الحمد لله كلهم كلش حبابين وزي اخواتي واحنا زي عائله كبيره، فالحمد لله يعني كلش كلش زين. والله هسه يعني انا اقرب ويا لولو الاسباني لانه جاوي وهو ما يدري كلش يعني انا ساعدته باللغه شوي وهيك، فالحمد لله يعني انا ويا اكثر شيء يعني. كادر ممتاز وعلى مستوى كابتن بابلو يعني كان مع المنتخب ويعرف نوعيه اللاعب العراقي، يعرف اسلوبه، فيعني نوعا ما تأقلم سريع مع اللاعبين، اللاعبين شباب، لاعبين قابلين للتطور، يعني التمارين متنوعة قاعد ينطي الفريق، والحمد لله أشكر راضي على الفريق، راضي على نوعية اللاعبين، وإن شاء الله يا رب نقدم موسم استثنائي هاي السنة. أكيد يعني أنا أشوف جماهير البصرة متعطشة للفوز، للأداء الجيد، يعني بالرغم من الموسم السابق يعني لاعبين شباب والجمهور دائما يطالبنا بالفوز، قدم مستوى جيد، لكن هذا الموسم يختلف، لاعبين على مستوى مغتربين محليين محترفين كادر على مستوى، وان شاء الله يا رب نقدم شيء لكم. تعرف بدينا الفتره الاولى من الاعداد مرحله مميزه، عندنا معسكر الاسبوع القادم ندخل بمرحله ثانيه ان شاء الله على مستوى عالي، عندنا مباراه تجريبيه مميزه ان شاء الله نحقق بها نتائج. اول شيء تعرف التنمينا فريق كبير من الفرق المميزه والفرق الجماهيريه ويمثل محافظه كامله، يعني فريق الميناء بالنسبه لي حتى بالنسبة للجماهير العراقية من الفرق الكبيرة على مستوى العراق. تعرف يعني ما كان منافس على لقب البطولة سواء الدوري أو الكاس، أعتقد أنه هذه السنة مشروعهم يعني مختلف، وهذا اللي خلاني أنه يقدمون فريق يليق باسم نادي البصرة، قصدي يليق باسم البصرة ويليق باسم نادي الميناء. التوليفة اللي مثل ما نقول ميكس بين اللاعبين الخبرة والشباب، لكن نحتاج فقط التوفيق ودعم الجماهير الميناءية لهذا الفريق. بس اللي راح يضيفه أن المعسكر هو وجود اللاعبين المحترفين واكتمال الصفوف، وأيضا اللاعبين اللي راح ينضمون هم اللاعبين اللي تحت 20 سنة، فبالنسبة لنا المعسكر راح يكون أهم وقت بالموسم، لأن راح نعمل ويا كل اللاعبين، فأكيد هو وقت للعمل ووقت مهم جدا بالنسبة لنا. يوم أمس كان هناك حديث وتصريح لرئيس إدارة نادي الكهرباء علي الأسدي، تحدث بشأن الشكوك التي أثيرت بالفترة الأخيرة والأخبار التي تم تناقلها أكيد حول دور علي جاسم مع نادي كومو، وأيضا مدى بينه وبين اللاعب بالفترة الأخيرة من أحاديث. طبعا علي الأسدي أخص الرابعة بتصريح خاص، خلينا نشوفه. من 3 أيام دخلنا معسكر تدريبي في مدينة أربيل، أعتقد أن المعسكر جيد واكتملوا صفوف المحترفين عدا لاعب يعني صارت عنده مشاكل إدارية. نتأمل من فريق نادي الكهرباء أنه يقدم موسم متميز هذا الموسم. نادي الكهرباء استقطب لاعبين على مستوى جيد ومستوى كبير، مدرب الفريق اللي هو ولي كريم، ولي من الكفاءات التدريبية الكبيرة اللي يعني نعتقد انه هو راح يرتقي بأداء نادي الكهرباء. علي جاسم يحتاج مؤازرة الجماهير العراقية، علي جاسم جوهرة لكرة القدم العراقية، علي جاسم ننتظر من عنده انه يقدم لنا في تصفيات كأس العالم شيء كثير، لكن للأسف أنا ما حبيت أتكلم بهالموضوع، لكن صار اتصال البارحة ويا علي جاسم. علي جاسم كان محبط جدا، واتصل بي واتصل أيضا بالمدرب كاساس وقال إنه أنا نقلوني إلى الرديف، وهذا الموضوع مأثر على نفسيته. إحنا يعني من خلال قناتكم من خلال الجماهير العراقية نتمنى إنه الجماهير تآزرة، كون إنه علي جاسم موهبة كبيرة وعندنا ثقة أنه راح يكون بوابة للاعبي العراق للاحتراف في إيطاليا. النادي اللي يلعب به علي جاسم نادي كبير ونادي يدربه مدرب كبير، ونتمنى أنه علي جاسم يكون على قد المستوى المسؤولية ويقاوم ويقاتل من أجل أنه يحظى بفرصة كبيرة في نادي كومو. أيضا هو متصل بكاساس، ونفس الكلام اللي يتكلمه معي تكلم مع الكابتن كاساس، وكابتن كاساس الان يعني بامس الحاجه الى علي جاسم، كون علي جاسم عنصر مهم في منتخب العراق،
تنتظر مباريات كبيرة. نتمنى أنه من الجماهير العراقية أنه من الآن تآزر وتدعم علي جاسم والجماهير العراقية والاتحاد، وإحنا كأندية وكأعلام لازم نوقف وراء علي جاسم ونقدم له الدعم الكامل. إذا نعود إلى ملف المنتخب الوطني، نستعرض معكم القائمة النهائية التي تم الإعلان عنها لمباريات تصفيات كأس العالم 2026. طبعا ضمت القائمة 26 لاعبا، هم كل من جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن بحراسة المرمى، أيمن حسين، إبراهيم بايش، أسامة رشيد، يوسف أمين، أحمد مكنزي، صفاء هادي، أمير العماري، مصطفى سعدون، حسين علي، زيدان إقبال، أحمد يحيى، مرخاص دوسكي، محمد الطائي، علي الحمادي، مهند علي، مناف يونس، سعد ناطق، زيد تحسين، دانيلو سعد، ريبين سولاقة، لؤي العاني، أمجد عطوان، وعلي جاسم. طبعا رح نناقش القائمة وملف المنتخب الوطني أكثر مع مراسلنا غيث جمال من بغداد. صباح الخير غيث. صباح الخير والعافية علي فاطمة وعلى متابعي الرابعة في كل مكان. طبعا غيث ما راح أسألك عن ردود الفعل لأنه القائمة الآن يعني تم الإعلان عنها، لكن بالنسبة لك يعني شلون شفت هذه القائمة وهل كانت الأسماء الموجودة بها متوقعة؟ أنا ما يصير الطرائي طبعا فاطمة، لكن يعني بالمجمل قبل ما نتحدث عن أي شيء كانت متوقعة للشارع الرياضي برأيك؟ قبل ما نستعرض ردود الفعل وقبل ما تبدي اليوم بداية أسبوع وتبدي البرامج وممكن تبدأ سهام النقد على استبعاد لاعب معين واستدعاء لاعب معين، قبل كل شيء لازم كجمهور وكإعلام نعرف بأنه لم يبقى سوى أيام معدودة قليلة جداً على أولى مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم وفي المرحلة الثالثة تحديداً والحاسمة من التصفيات. لذا يجب علينا ومن واجب الجميع أن يكون داعم للفريق وللجهاز الفني في هذا الوقت تحديداً، مهما كانت الأسماء التي تمثل المنتخب الوطني ومهما كان اسم اللاعب المستبعد، يجب علينا أن ندعم المنتخب الوطني وأن نسانده في مباراة عمان وأيضا مباراة الكويت، هذا واجب الجميع. أما فيما يخص الأسماء المستبعدة والأسماء التي تم استدعائها، يعني بطبيعة الحال القائمة شهدت عودة اللاعب أمجد عطوان من جديد وأيضا عودة اللاعب دانيلو السعد. بالمقابل يعني تم استبعاد اللاعب حسن عبد الكريم قوقية وأيضا محمد قاسم من بعد أن خاضوا أكيد معسكر الدوحة، تم استبعادهم وهي خيارات كاساس وجهازه الفني المساعد وهي خيارات محترمة. سنكون داعمين للفريق والجهاز الفني من أجل تحقيق حلم بلوغ المونديال. نعم غيث، طبعا أكيد الحديث يطول حول المنتخب الوطني ومباراة عمان ومباراة الأخرى مع الكويت، يعني بالتأكيد قبل ما نطوي قبل الحديث هذا الملف لازم نكون داعمين. نعم بالتأكيد طبعا هذا أهم شيء. صح طبعا أكيد، بغض النظر عن ممكن الملاحظات اللي عند البعض، تتغير المسميات ويتغير اللاعبين، لكن يبقى اسم الوطن وفانيلة المنتخب العراقي أكبر من كل شيء، وربما وأكيد دون أدنى شك أن للجهاز الفني نظرة مختلفة إن شاء الله يعبر بالفريق العراقي إلى بر الأمان. طبعا أكيد غيث هذا الأمر مهم جدا. إحنا لاحظنا الأسماء الجديدة في المنتخب الوطني أو خلينا نقول عودة بعض الأسماء، لكن إذا ركز على مركز حراسة المرمى، نعم يعني أعطى فرصة لعلي كاظم، حسين حسن بعد أن تألق مع منتخب الأولمبي، كم هذا الأمر مهم راح يكون خاصة لمركز حراسة المرمى اللي هو أهم شيء بالفريق؟ والأهم من كل ذلك فاطمة بأنه تواجد هؤلاء الحراس الشباب بالقرب من حارس خبرة قائد المنتخب العراقي لسنوات طويلة هو جلال حسن، ويبدو بأنه كاساس والجهاز الفني ومدرب الحراس أكيد يسعى لخلق توليفة ما بين الشباب وأكيد الخبرة من أجل تهيئة حراس جدد إلى المستقبل، هذا ما يسعى إليه أكيد. هو يعني استدعى حارس المنتخب الأولمبي بعد
يعني تألقه في كأس آسيا تحت 23 وأيضا مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد. أكيد جلال ويعني عامل الخبرة والاستقرار موجود، وأيضا استدعى حارس هو متألق في الدوري، لذلك أنا أعتقد أكو هناك إنصاف في مركز حراسة المرمى يعني، ولا يختلف الكثير على اعتبار يعني هؤلاء الحراس ممكن نضيف لهم بعد واحد اثنين هم من أفضل الحراس الموجودين حاليا في العراق، وهذا المتوفر. نتمنى التوفيق لهم إن شاء الله في مباريات تصفيات كأس العالم. أكيد غيث، يعني قبل ما أختم معك ملف المنتخب، عودة دانيلو سعد إلى المنتخب الوطني هذا أكبر دليل على أن كاساس ليس لديه أي مشكلة مع أي لاعب عراقي أكيد مع المنتخب الوطني. نعم، يعني العودة الهامة والهامة جدا هي عودة أمجد عطوان، وأيضا ما يميز كاساس في هذا الوقت واختلافه عن المدرب الأسبق لمنتخبنا الوطني كتنيتش هو عدم العناد وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين، ومن يتميز ويتألق مع ناديه في الدوري المحلي أو في أكيد في يعني الاحتراف سيكون له نصيب ومقعد ومكان مخصص في المنتخب الوطني. هذا ما حدث مع دانيلو سعد وحتى مع محمد قاسم، فممكن في المباريات المقبلة نشاهد محمد قاسم مع المنتخب الوطني. مجرد عودة محمد قاسم وتواجده بالقرب من كاساس هي أكيد هو يعني بأنه أعطاه الثقة ليكون جاهز في أي لحظة لخدمة الوطن، وأكيد يعني اليوم القائمة تشهد تواجد 26 اسم، ممكن في الاستدعاء المقبل تتغير الأسماء ويكون التواجد للأجهز. المهم الجميع يجب أن يكون على أهبة الاستعداد حتى شهر حزيران المقبل من أجل تحقيق حلم ملايين العراقيين. فاطمة، طيب غيث، خلينا نطوي صفحة المنتخب الوطني، نذهب إلى ملف أندية نجوم العراق التي تستعد للموسم القادم. صفقات مهمة أكيد وصفقات جديدة تم الإعلان عنها بالفترة الماضية، لكن أكو شيء غريب حدث يوم أمس، تم الإعلان عن صفقة لاعب كاميروني لنادي الزوراء عبر صفحتهم على الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، لكن فوجئنا أنه تم حذفها بعد ذلك. نعم، استفسرنا عن ذلك واتصلتنا شخصيا بإدارة نادي الزوراء المنحلة على اعتبار هي من تدير الأمور حاليا في النادي. تبين بأنه يعني لا شيء يدعو للقلق بالنسبة لجماهير الزوراء، وأن اللاعب تم الاتفاق معه بشكل نهائي، ويعني هناك اتفاق نهائي من أجل توقيع العقد، لكن كان هناك استعجال قليلا من قبل المكتب الإعلامي لنادي الزوراء في الإعلان عن التعاقد مع هذا اللاعب، على اعتبار أنه هناك بعض الأمور المتعلقة فيما يخص اللاعب وناديه السابق نادي هجر السعودي. لذلك يعني إدارة نادي الزوراء التي حلتها اللجنة الأولمبية ارتأت أن يتم تسوية كل الأمور القانونية ما بين اللاعب وناديه السابق حتى يتم الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي. لذلك اللاعب متفق مع الزوراء، ويعني كل الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وعلى طار الزوراء فاطمة، فأيضا يعني أود أن أشير بأن الزوراء ممكن يعني من الأندية التي تعرقلت معسكراتها الخارجية التي كان من المقرر أن تكون تحضيرا للدوري، لكن حسب ما وصلنا بأنه الزوراء سيسافر يوم الاثنين المقبل إلى تركيا للشروع بمعسكر تدريبي تأهيلي تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نجوم العراق. طيب، الشرطة أيضا مستمر بمعسكره التدريبي في مصر وأيضا خاض مباراتين، هل هناك مباريات أخرى أم أنه اكتفى بهاتين المباراتين؟ يعني من المقرر أن يخوض الشرطة مباراة واحدة أو مباراتين ممكن في الفترة المقبلة، لكن الشرطة يزيد من وتيرة التحضيرات بشكل متسارع من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة قبل تصفيات قبل خوض البطولة الآسيوية
دوري أبطال آسيا للنخبة. لكن الخبر المحزن للقيثارة وجماهير القيثارة هو تعرض اللاعب محمد شرارة اللاعب الأردني إلى إصابة في العضلة الخلفية، إصابة تمزق من المستوى الثاني، على أثره طبعا تم استبعاده من المنتخب الأردني. ويعني نتمنى أن يلحق مباراة النصر، حتى الآن التقارير الطبية غير واضحة، بعضها يعني من إدارة نادي الشرطة ممكن تقول ممكن يلحق مباراة النصر السعودي أو لا، ممكن هذا الشيء سيتضح في الأيام المقبلة. أيضا أحمد فرحان الجهاز الفني يسعى لإدخاله في التدريبات بشكل تدريجي حتى لا يؤثر على اللاعب، وأيضا ممكن بالأيام المقبلة نشاهد إشراكه في المباريات الودية شيئا فشيء. وأيضا يعني عودة أحمد فرحان لفريق الشرطة هذا شيء مهم، ممكن حتى ينعكس إيجابيا على عودة فرحان إلى المنتخب الوطني. الشرطة يعني يسارع الخطى من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة أكيد فاطمة. في المقابل أيضا القوة الجوية أيضا يسارع في التحضيرات هناك في تركيا، لكنه حتى الآن لم يخوض أي مباراة ودية، حسب ما وصلنا من إدارة القوة الجوية بأنه ممكن بالأيام المقبلة سيتم تأمين مباراتين إلى ثلاث مباريات ودية لتجهز الصقور لدوري أبطال آسيا 2. طيب غيث، شنو آخر الأخبار عندك بما يخص معسكر الطلبة؟ كان مفترض أن يكون يوم 25 من الشهر الماضي لكن تأجل، أكو معلومات عندك حول هذا الموضوع؟ نعم أكيد فاطمة، ومعلومات حصرية. هو المعسكر تم تأجيله لأسباب تتعلق ببعض مستحقات اللاعبين الذين مثلوا فريق الطلبة منذ الموسم الماضي، بعض مستحقاتهم من الموسم الماضي حتى الآن لم يحصلوا عليها. وأيضا تم تأخير المعسكر من أجل وصول جميع اللاعبين المحترفين وإكمال الصفوف لكي يكون المعسكر أكثر ذو فائدة أكثر للفريق وللجهاز الفني. من أراد تأجيل المعسكر حسب المعلومات التي لدينا هو الجهاز الفني بقيادة باسم قاسم، لذلك تم تبليغهم مساء يوم أمس بأنه فريق الطلبة سيغادر إلى معسكر تركيا تحديدا في أنطاليا يوم الاثنين المقبل إن شاء الله يوم غد. ومن المتوقع أيضا أن يتم صرف بعض مستحقات اللاعبين الماضية وحتى اللاعبين الجدد في مساء هذا اليوم في الوحدة التدريبية. نعم، شكرا جزيلا لك غيث جمال مراسلنا من بغداد. إذن مستمرين معكم في رحلتنا الرياضية بأول النهار، ننتقل إلى أوروبا حيث ينشط لاعبو المنتخب الوطني والكثير من الأخبار فيما يخص المستويات التي طبعا يقدمها اللاعبين. نتحدث عن الدوريات الأوروبية وخاصة الدوري الإيطالي، حيث من المترقب أن يكون مباراة كومو سيلاقي أودينيزي مع طبعا علي جاسم اللي سافر مع كومو فعليا لملاقاة هذا النادي في إيطاليا. طبعا نتكلم عن هذا الملف أكثر مع مراسلنا سنان السبع من السويد. صباح الخير سنان. نعم زملاء الأعزاء، صباح الخير لكم ولكل المشاهدين الكرام مشاهدي قناة الرابعة والرابعة الرياضية وبالتأكيد برنامج أول النهار. نعم بالفعل يوم أمس كان يوما حافلا بمشاركة العديد من اللاعبين العراقيين مع أنديتهم الأوروبية التي يحترفون هنا فيها بالدول الأوروبية. ونبدأ من الدوري البولندي حيث خسر فريق كراكيفو أمام رود نيك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري البولندي الممتاز بمشاركة لاعبنا العراقي أمير العماري في الدقيقة 69. وعلى الرغم من أن أمير العماري لم يشارك بالتأكيد كثيرا أساسيا في المباريات مع فريقه الجديد، لكن أن المدرب يعني لا زال يعتمد عليه ويشركه في الشوط الثاني من كل مباراة، وأن أداءه بدأ بالتطور شيئا فشيئا في الدوري البولندي رغم ما كان عليه في الدوري السويدي، وهذا هو تطور يعني ممتاز من الناحية الفنية والبدنية بالنسبة لأمير. أما في الدوري الإنجليزي فقد تعادل نادي إسبيش تاون مع نادي فولهام بهدف لكل منهما، وقد شارك علي الحمادي من الدقيقة 88 وصنع
إحدى الفرص التي كانت قريبة على المرمى. وبالتأكيد أيضا على الرغم من أن علي لا يشارك أساسيا في مباراة ناديه، لكن هناك تطور واضح لدى علي بالبنية الجسمانية وتحركاته في الملعب على الرغم من مشاركته لعشرة دقائق فقط. وربما يعني علي يعني عمل ضغط خانق على الخصم، وهذه هي الطريقة التي ربما يفضلها المدرب كاساس. وبالتأكيد يعني علي سوف يأخذ فرصته تدريجيا ويسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي بإذن الله، يعني ويتطور أكثر وأكثر في الأيام المقبلة القادمة إن شاء الله. في هولندا فاز فريق هيرفين الهولندي، لكن يعني محترفين دانيلو السعيد وأيضا حسين علي لم يشترك في هذه المباراة. حسين علي لم يشترك لعدة مباراة، وأيضا هذه المباراة لم يشترك فيها يوم أمس. أما في الدوري الهولندي فقد سافر علي جاسم لاعب عراقي مع فريق مع فريقه نادي كومو لملاقاة فريق أودينيزي مساء اليوم. هذه المباراة هي مباراة مهمة أيضا ومنتظرة بالنسبة لعلي جاسم ورفاقه اليوم في يعني مع أودينيزي. كل العيون أيضا بالتأكيد يعني تصبو نحو يعني هذه المباراة ضد أودينيزي، وبالتأكيد الجماهير العراقية تترقب أن يتواجد علي في هذه المباراة. علي جاسم متواجد في القائمة المستدعاة في هذه المباراة، ونتمنى أن نشارك أن نشهد مشاركة علي جاسم، لكن هناك ربما أيضا يعني رسالة نريد أن نوصلها للجماهير العراقية بأن علي جاسم سوف يأخذ فرصته يعني عاجلا أم آجلا، لكن نتمنى أن لا يكون هناك ضغط من قبل الجمهور العراقي على علي جاسم باعتبار أنه قد وصل إلى بيئة جديدة وقد وصل إلى مجتمع جديد. علي لا يجد اللغة الإيطالية، هو يتعلم اللغة الإيطالية الآن وأيضا ربما يتعلم اللغة الإنجليزية، لذلك هناك صعوبة ربما بالتعامل مع المجتمع الجديد ومع يعني البيئة الجديدة، لذلك ربما هذا الدعم الكبير ربما يشكل عامل ضغط. لذلك أتمنى أن يعني أن نترك علي يركز في التدريبات ويركز في المباريات ويركز في الوحدات التدريبية حتى يعني يحصل على ثقة الكادر التدريبي، وبالتالي يحصل على دقائق لعب مع ناديه الجديد. علي موهبة كروية كبيرة ورائعة، والجميع يتمنى أن يتألق في الدوري الإيطالي إن شاء الله، لكن ربما الشيء يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتأقلم وينسجم مع ناديه الجديد وبالتالي يقدم الإضافة الكبيرة في الدوري الإيطالي. هذه أخبار المحترفين زملائي الأعزاء، وهناك يعني شيء هو مهم وشيء رائع بالنسبة لمحترفينا، هم يواصلون التألق والعطاء نعم وأيضا المشاركة مع أنديتهم الأوروبية في هذه الفترة المهمة، هي فترة قبل بدء مبارياتنا في التصفيات النهائية لكأس العالم. يعني سوف نخوض مباراتين مهمتين مع عمان ومع الكويت في الفترة القليلة القادمة، ولذلك يعني أغلب اللاعبين الذين تحدثنا عليهم علي الحمادي أمير العماري وأيضا دانيلو السعد وحسين علي هم جاهزين لخوض هذه المباريات، وبالتالي هذا خبر ربما مفرح للكادر التدريبي ولكاساس بأن يكونوا اللاعبين العراقيين بأتم الجاهزية ويصلوا إلى البصرة وهم بأتم الجاهزية إن شاء الله. سنان السبع شكرا جزيلا لك من السويد على كل هذه المعلومات، وبهذه الرحلة في أوروبا تنتهي رحلتنا الرياضية في أول النهار ونعود إلى مروة. نعم يا فاطمة شكرا جزيلا لك أكيد، والشكر موصول لكل الزملاء المراسلين. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة، في أمان الله.